انتقلت سياسة مجلس الحكم الغاشم في البحرين بحق الرموز المعتقلين الرهائن في سجونها من مرحلة تغييبهم عن الشارع البحريني إلى مرحلة تصفيتهم جسديا، إما التصفية الجنائية عن طريق المحاكم العسكرية كما يحصل للشيخ علي سلمان، أو تصفيتهم بداعي المرض والإهمال في تلقيهم وإعطائهم العلاج اللازم كما يحدث الآن للأستاذ الكبير أستاذ حسن مشيمع. ففعلا قادتنا في خطر. هذه لعلها من أهم الحملات التي تستوجب منا جميعا المشاركة فيها. شاركوا فيها لأن رموزنا هم قادتنا ونحن نعيش أحرار بسبب وجودهم.